اتفضل. لا ايه بقى؟ عندما كان العالم لا يعرف النار ولا يعرف الوقت ولا يعرف إلا الليل والنهار، كان القدماء المصريين يعرفون التوقيت. المزولة الشمسية، المزولة الشمسية وجدت في الأراضي النوبية، وهي حساب ساعات النهار طبقا لانعكاس ظل الأحجار الموضوعة بطريقة علمية زي ما احنا شايفين. تمام، وشايفين الدورية اللي احنا دلوقتي عرفنا منها الساعة ماشية ازاي. هو بيقدر يحسب الليل والنهار لكن مش الساعة توقيت. الليل والنهار والساعة. والساعة توقيت؟ الساعة نفسها توقيت، 1 2 3 طبقا للظل. الظل ده لما يبقى ماشي مع ديه يبقى الساعة كام، وده لما يبقى ماشي مع ده يبقى الساعة كام، وده المسافة بينهم محسوبة الاثنين. هو دي مظبوطة ولا لا؟ مظبوطة، دي جاية بالظبط زي ما هي، محطوطة بالظبط بنفس الأبعاد بتاعتها. بنفس الأبعاد؟ في الرملة بتاعتها، نفس الأبعاد بتاعتها. حتة فيها 12 عمود باين دي بتحسب الساعة بالظبط. مش 12 عمود، عندك 134 عمود. ده في معبد الكرنك. بس دي ما كانتش برضو مزولة شمسية أو حاجة، دي كانت موجودة في الصحراء وكانت موجودة كمزولة شمسية. تمام؟ يعني انا عايز اقول ان اول ما اكتشفوا الساعه هم مصر الكرمان. ايوه، اول ما عملوا الدليل بتاعنا موجود في متحف النوبي هنا في الحديقه الخارجيه.